وزارة الصحة أكدت تعميم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، واللي مقرر أنها تنتهي في 31 ديسمبر 2020. قالت وزارة الصحة أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة للكشف الطبي هتكون من المواطنين اللي فوق سن 40 سنة، كمان من المواطنين من 18 ل 40 سنة المسجلين في قاعدة بيانات 100 مليون صحة، والمصابين بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.